بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل ثابت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مبادئ الإسعاف الأولي، المحاضرة الخامسة. معكم محاضر علاء حطاب. أخذنا في المحاضرة السابقة أخذنا في الدرس السابق في المحاضرة الرابعة السابقة أخذنا التبئات أو النعاس القلبي الرئوي. والآن نبدأ بالمحاضرة الخامسة من كورس مبادئ الإسعاف الأولي بالتعاون مع منتقى الدارين. رح نبدأ إن شاء الله المحاضرة الخامسة، ولكن قبل أن نبدأ أريد أن نتذكر سويا الإنعاش القلبي الرئوي بشكل سريع، علشان يلي تأخر في الدرس السابق أو كان متغير معنا في الدرس السابق. أرحب بكم من جديد جميعا. بالنسبة للإنعاش القلبي الرئوي، ذكرنا في المحاضرات السابقة كيف نبدأ بخطوات الإسعاف الأولي. خلونا نفرض حادثة، مثلا مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقة أو مثل ما كنا نساوي في المحاضرات السابقة، نذكر حادثة ونبدأ نفصل فيها. طيب، مثلا حادث سير، وقع المصاب في منتصف الطريق، والسيارة يعني خلص ضربته وهربت، مثلا خلينا نقول تمام، والمصاب الآن وقع على منتصف الطريق، على منتصف الطريق. طيب، هلا في هالحاله هي ايش لازم نساوي؟ اول شغله الحمايه، تمام؟ يعني حمايه نفسنا، ان ما نعرض نفسنا للخطر. اثنين، حمايه المصاب، حمايه المتجمهرين وحمايه الاغراض الشخصيه. بعدين نسحب المصاب اذا كان في ضروره، اذا كان المصاب في خطر على تحريكه بسحبه بحذر مع المحافظه على محور المصاب. طيب، بعد ما سحبنا المصاب الى قارعه الطريق، نبدا ب فحص الوعي، فحص الاستجابة لمدة من 5 إلى 10 ثواني، تمام؟ ببدأ بفحص الاستجابة بالطريقة التالية، إنه تنبيه صوتي أو تنبيه ألمي. ببدأ بالتنبيه الصوتي بجانب أذن المصاب، أصرخ بصوت عالي: أخي هل تسمعني؟ أخي هل تسمعني؟ هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ إن لم يستجب نبدأ بالتنبيه الألمي، التنبيه الألمي وهو قرص أو قرص حلمة الأذن أو حلمة الثدي. أربع قرصات أو 5 قرصات. إذا ما كان في استجابة مباشرة نبدأ، إن لم يكن هناك استجابة، في حال عدم وجود استجابة نبدأ بالتبليغ وننتقل لفحص النبض، تمام؟ أما إذا جينا نحن صرخنا: يا أخي عبد الرحمن، أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ واستجاب، استجاب المصاب، ونبدأ بالحالة هي نبدأ بطمأنة المصاب: سوف تكون بخير، سوف نكمل مبادئ الإسعاف الأولي، سوف تقوم بخير، سوف أقدم لك خدمات إسعافية وما شابه. ونبدأ بتقديم الخدمات الإسعافية السنوية التي هي الفحص السنوي، أي فحص النزيف والكسور والفروق وما شابه، تمام؟ طيب، إذا كان المصاب غير واعي، ذكرنا أن إذا كان المصاب غير واعي في حال عدم وجود استجابة، يعني كان غير واعي، مباشرة نفحص النبض، تمام؟ بعد التبليغ نبحث النبض. التبليغ يكون باتصال بسيارات الاسعاف. طيب، بعد التبليغ نبدا بفحص النبض. اذا كان فحصنا النبض من الشريان الثباتي، كان في عندي نبض، ماذا افعل؟ في حال وجود النبض ماذا افعل؟ اقوم بتقديم التنفس الصناعي. يعني في الحاله هي المصاب قلب المصاب ينبض، تمام؟ يعني نبض المصاب موجود، تمام؟ نبض المصاب موجود، ماذا افعل؟ انتقل لتقديم التنفس الصناعي. اما ان كان نتيجه فحص النبض سلبيه، يعني في حال عدم وجود النبض ماذا افعل؟ قم بتقديم النبض، قم بتقديم، اذا لم تجد نبض قم بتقديم الانعاش القلبي الرئوي CPR او التنفيذ او الضغط على الصدر او كما سميناها الانعاش القلبي الرئوي، تمام؟ طيب،
في حال عدم وجود النبض نحن نساوي التنفيذ على الصدر 30 تنفيذ نفسين 30 تنفيذ نفسين كل دقيقتين لمده دقيقتين خمس دورات. ماذا افعل؟ ابدا بفحص النبض من جديد. اذا كان في عندي نبض انتقل للتنفس الصناعي. التنفس الصناعي اعطي نفس وانتظر من 5 الى 6 ثواني بالنسبه للبالغين والثلاثه الى 5 بالنسبه للاطفال. فبعد الدقيقتين برجع بفحص النبض. يعني ممكن انا اثناء اعطائي التنفس الصناعي ممكن يكون توقف النبض. تمام شباب؟ طيب اذا كان انا عبارة التنفس الصناعي وعاد التنفس بدا المصاب يسعل وبدا الاسعال وعاد التنفس، ماذا افعل في هذه الحاله؟ انتقل الى وضعيه الاطاقه، يعني المصاب يتنفس ولكن غائب عن الوعي، في هذه الحاله ماذا افعل؟ انتقل الى وضعيه الاطاقه كما ذكرنا سابقا، تمام؟ اهم شغله اهم خطوه في وضعيه الاطاقه ما هي؟ ان اعيد الراس الى القلب، ان ارجع الراس الى القلب لكي يتمكن المصاب من الاستنشاق واعطاء الزفير، تمام؟ اذا عفوا اخذ الشهيق واعطاء الزفير يعني. طيب اذا كان المصاب اذا كنا نشك بان المصاب لديه كسر في العمود الفقري او ما شابه فيجب الابتعاد عن وضعيه الاطاقه ووضعيه الانتظار الملائمه لكي لا نسبب مضاعفات، هذا كل ما كان في المحاضرات السابقه. طيب هل هناك اسئله؟ هل هناك اسئله عن المحاضره السابقه او المحاضرات السابقه؟ هناك اي سؤال او مناقشه عن المحاضرات السابقه؟ طيب اذا نبدا بالغصص. تمام طيب نبدا بالغصص او الاختناق. هي الحاله كثير بتصير معانا في المطاعم، بتصير معانا في البيوت اثناء تناول تناول الاطعمه او ما شابه. انا لما اجي مثلا مثلا احدى الاخوات كانت جالسه وطفلها كان موجود على نفس الطاوله مثلا على نفس الفكره وصاب غصب او اختناق، يعني اختنق هذا المصاب او هذا الطفل. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ كيف راح نساوي مناوره معينه لاستخراج هذا العائق الذي اغلق الطريق التنفسي او طريق مجرى الهواء؟ اذا ننتقل الى الغصص. الغصص ينقسم الى جزئين، تمام؟ الغصص ينقسم الى قسمين، القسم الاول هو الانسداد الجزئي، تمام؟ يعني ما بيكون طريق الهواء مغلق نهائيا، اما الانسداد الكلي فهو طريق فيكون طريق الهواء فيه مغلقا تماما. طيب راح نتحدث كمان عن انسداد مجرى الهواء عند الرضع، عند البالغين، عند الحوامل، كل ما يخص الغصص والاختناق سوف نتمعن به ونتحدث بدقه عنه في من خلال درسنا اليوم. طيب الانسداد الجزئي لمجرى الهواء، نبدا بالانسداد الجزئي. الانسداد الجزئي لمجرى الهواء علاماته، يعني كيف انا بعرف انه هذا المصاب لديه انسداد جزئي؟ كيف بميز الانسداد الجزئي عن الانسداد الكلي؟ الانسداد الجزئي لمجرى الهواء علاماته اول شغله السعال، يعني لما يكون في عنده انسداد المصاب يتمكن من السعال، تمام؟ المصاب يتمكن من السعال. وبالاضافه الى انه يتمكن من الكلام ويطلب المساعده، تمام؟ اذا نشوف كيف بالصوره، نشوف الصوره مع بعض ان الانسداد الجزئي يغلق جزء من طريق الهواء، هذا طريق الهواء. اذا الانسداد الجزئي لا يغلق كامل الطريق او كامل مسلك الهواء، وانما يغلق جزء من طريق الهواء، تمام؟ طيب في حال وجدنا مصاب كان في عنده سعال شديد ولا يستطيع الكلام ولكن يعني ليست باريحيه ويطلب المساعده دائما اثناء الكلام. يعني نحن كنا مثلا جالسين على فكره وبدا المصاب بالسعال، عرف انه يعني عرفنا جميعا انه هو صار عنده انسداد جزئي لانه سعال وكلام بطلب المساعده. طيب ماذا اتصرف في هذه الحاله؟ اول شيء التواصل الجيد مع المصاب. يعني دائما خليك على تواصل مع المصاب الواعي، سواء ان كان انسداد جزئي او انسداد كلي او كان في كسر او نزيف او ما شابه، كل اي اصابه
اي اصابه لدى المصاب، بس كان واعي، خليك على تواصل دائما مع المصاب. اذا التواصل الجيد مع المصاب، دائما طمئن المصاب، قل له ان شاء الله راح تكون بخير، راح نقدم لك خدمات التعافي ان شاء الله تكون بخير وما شابه. اذا دائما طمئن المصاب. اذا الخطوه الثانيه من التصرف اللي راح نساويه نحن في الانتهاء الجزئي هو تشجيع المصاب على السعال. تمام. اذا اول شغله نحن نتواصل معه، قل له اخي انت بخير ان شاء الله راح تكون بخير، بس خليك عم تسعى منيح، السعال اكثر من السعال. فالسعال ماذا يعني، ما هي فائده السعال؟ فائده السعال هي اخراج العائق، اخراج العائق من مجرى الهواء. تمام. اذا هذه هي فائده السعال. طيب نحن خلينا نركز على معلومه، اذا كان الانسداد الجزئي، انسداد جزئي لمجرى الهواء، ماذا افعل؟ مباشره تشجيع المصاب على السعال والتواصل جيد مع المصاب. كلياتنا بنعرف شائعات كثيره بهذا الامر. احدى الشائعات تقول مثلا اعطاء الماء يكون مناسب في هذه الحاله، ابدا غير مناسب. ممكن يزيد الطين بله مثل ما بنقول بالعاميه، يعني اعطاء الماء ممكن يسبب مشاكل زياده. تمام. ممكن نلاقي ان بعض الناس بتضرب المصاب على ظهره بين لوحي الكتف علشان بيعتقد انه هو عباره عن غطس في الطريق الهضمي، ولكن في الحقيقه اثناء السعال يكون الغطس في الطريق التنفسي، وبالتالي قد تجد لدى المصاب عده مشاكل. فيا ريت اثناء الانسداد الجزئي نحن بس نشجع المصاب على السعال وما نعطيه مي ولا نضربه بين لوحي الكتف ولا اي شيء من الشائعات الاخرى، فقط شجع المصاب على السعال فقط. تمام. هذا هو الانسداد الجزئي بكل بساطه. طيب ننتقل الى الانسداد الكلي. الانسداد الكلي لمجرى الهواء، اول علامه من علامات الانسداد الكلي لمجرى الهواء هي العلامه العالميه للغطس. هذه هي العلامه العالميه للغطس. تمام. اذا علامات الانسداد الكلي، اول شغله هي العلامه العالميه للغطس. اوكي. طيب الشغله الثانيه هي عدم القدره على الكلام، خلص ما بيقدر يحكي ابدا ابدا. يعني شفنا بالانسداد الجزئي ان المصاب يطلب مساعده بيحكي وما شابه وسعال والى اخره. اما في الانسداد الكلي لا يوجد سعال وعدم القدره على الكلام. تمام. طيب بالاضافه الى عدم القدره على السعال كما ذكرنا، ازرقاق لون الجلد او الشفتين تبدا بالازرقاق، هذا دليل على الاختناق. تمام. اذا العلامه العالميه للغطس هي اول شغله، بعدين عدم القدره على الكلام وعدم القدره على السعال وازرقاق في لون الجلد والشفتين. طيب بهالحاله هي انا كيف لازم اتصرف؟ يعني بالحاله الاولى الانسداد الجزئي ذكرنا ان المصاب يقوم ب او المتلف يقوم بتشجيع المصاب على السعال. تمام. يعني كان في انسداد جزئي والمصاب قادر على السعال، خلص انا بس علي اطلب من المصاب انه استمر في السعال، صديقي استمر في السعال، استمر في السعال، فشجعه على السعال حتى يخرج العائق. اما في الانسداد الكلي المصاب غير قادر على السعال وغير قادر على اخذ الهواء او طرد الزفير او ما شابه. اذا التصرف مختلف تماما. هناك مناوره تدعى مناوره هنلي، هي المناوره المناسبه لاستخراج العائق من طريق الهواء في حال الانسداد الكلي لمجرى الهواء. طيب اذا التصرف، اول شيء اذا كان المصاب واعيا طبق مناوره هنليك واقفا. تمام. وكرر العمليه حتى خروج الجسم الاجنبي. اذا كان المصاب واعيا طبق مناوره هنليك واقفا. طبعا راح نتحدث عن مناوره هنليك، راح نفصل مناوره هنليك، ولكن اذا كان المصاب واعيا طبق مناوره هنليك واقفا وكرر العمليه حتى خروج الجسم الاجنبي. طيب اما اذا كان المصاب فاقدا للوعي، اول شيء اطلب المساعده، اول شيء ابدا بتقديم الخدمات الاسعافيه اللي ذكرناها، خطوات التصرف الصحيح اللي ذكرناها منذ البدايه. اي اول شيء افحص
ابدأ بفحص الوعي. إذا كان الوعي غير موجود، احنا شفنا هون إن المصاب قدامنا فقد وعي، فهذا يعني إن المصاب غير وعي. إذا بداية بعد فحص الوعي اطلب المساعدة، تمام؟ يعني طلب المساعدة اللي هو التبليغ، بلغ سيارة إسعاف بالقدوم أو فريق إسعاف أو فريق طوارئ أو ما شابه، تمام؟ إذا اطلب المساعدة، بداية اطلب المساعدة، وابدأ بالإنعاش القلب الرئوي. يعني بعد ما طلبنا المساعدة بنتقل بالخطوات اللي حكينا عليها في الدروس السابقة أو المحاضرات السابقة. أول شيء فحص النبض، إذا كان في عندي نبض بهتم بالتنفس، إذا كان ما في عندي نبض بنتقل لإنعاش قلبي رئوي، الإنعاش قلبي رئوي التنفيذ يعني. وإلى نهاية الخطوات مثل ما ذكرناها في السابق، تمام؟ هاي هي التصرفات المفروضة علينا أثناء الانسداد الكلي، وهي كثير بتصير معانا في حياتنا اليومية. يعني ممكن أنت لو ما تعرف التصرفات المطلوبة في الانسداد الكلي قد تؤدي إلى يعني وفاة الإنسان، يعني اختناق الإنسان الموجود أو المصاب الموجود بجانبه، وبالتالي الوفاة. طيب في حال الاختناق الكلي كيف يصلح التنفس الصناعي؟ صديقي علاء، رح اجيك بالخطوات بالترتيب، لا تستعجل علي، معلش شوي شوي رح نحكي بالموضوع بدقه، تمام؟ طيب رح احكي لك الجواب بعد شوي، واذا ما جاوبتك بهي المحاضره رح اجاوبك بنهايه المحاضره، يعني حتى لو الجواب ما اجى بالمحاضره بس الجواب اكيد رح يجي بالمحاضره، بس في حال ما اجى رح يكون الجواب بنهايه المحاضره، تقدر تسالني رح اجاوبك اكيد، بس ان شاء الله رح تشوف جوابك انت بالمحاضره يعني. طيب ما هي اسباب الانسداد؟ كيف بصير الانسداد؟ الانسداد الكلي كيف بصير؟ اول شغله يعد تناول اللحوم احد الاسباب الشائعه لانسداد مجرى الهواء، اذا اول شيء تناول اللحوم من غير مضغ جيد احد الاسباب الشائعه لانسداد مجرى الهواء. الشغله الثانيه هي تسبب الاطعمه الاخرى والاجسام الغريبه في انسداد مجرى الهواء، اي المسلك الهوائي او طريق الهواء. نشوف طريق الهواء هون، شايفين طريق الهواء؟ هذا طريق الهواء ممكن ان يغلق بقطعه مقديه، ممكن بالعنب يعني، ممكن باي ممكن زيتون، ممكن اي عائق، ممكن اي اطعمه اخرى او ما شابه، اي اجسام غريبه. اذا الأطعمة الأخرى والأجسام الغريبة قد تسبب انسداد مجرى الهواء لدى الأطفال والبالغين، تمام؟ طيب مجموعة الأسنان الطبيعية، ممكن الأسنان الطبيعية ممكن قد يحدث كسر في أي سن ويسقط السن ويغلق مجرى الهواء، ممكن تركيبة الأسنان الاصطناعية، ممكن تركيبة الأسنان تسقط وتغلق مجرى الهواء، تمام؟ طيب ايضا ممكن احد اسباب نقول عدم مضغ اللقمه جيدا. اللقمه اذا ما مضغناها منيح راح تكون اللقمه كبيره وقد تغلق مجرى الهواء، تمام؟ طيب الركض او الاستلقاء اثناء تناول الاطعمه، يعني انا ممكن بسوي رياضه وباكل سندويش، هذا اكيد سبب من اسباب او قد يؤدي الى الانسداد الكلي او الجزئي حسب المهم هو انسداد يعني بالنتيجه، تمام؟ طيب نقاط يجب دائما تذكرها. اول شيء ينبغي قطع الطعام الى قطع صغيره، يجب مضغ الطعام ببطء، ينبغي تفادي الركض والضحك اثناء مضغ او بلع الطعام، يمنع تناول الكحول مطلقا، ابعاد الاجسام الغريبه الصغيره عن متناول الاطفال كالعملات الحديديه والالعاب الصغيره، تمام؟ اذا اول شغله اهم شغله هي يجب مضغ الطعام ببطء، تمام؟ وينبغي تفادي الركض والضحك اثناء مضغ او بلع الطعام، تمام؟ طيب اذا مناول كلي اذا كان المصاب واعيا. خلونا نشوف مع بعض فيديو، رح نشغل فيديو مع بعض، نشوف الفيديو نرجع نكمل مع بعض. خلونا نشوف الفيديو على اليوتيوب.
ويا ريت الكل يركز بالفيديو صح علشان نشوف الايجابيات الموجوده بالفيديو السلبيات، نشوف كل يعني معلومه ممكن احنا نتناقش فيها في هذا الفيديو. تمام؟ كل شاهد الفيديو؟ طيب، ما هي تعليقاتكم؟ يعني أول سؤال راح أسأله، كيف بتتم عملية، كيف تتم عملية أو مناورة هيملك؟ كيف نحن نساوي مناورة هيملك؟ أو مناورة هايملش؟ أو مناورة هايملش؟ يعني حسب المسميات، المهم كيف تتم مناورة هيملك؟ مين بيقدر يعطيني شوية خطوات من الشيء اللي شافه؟ أو ما هي الفكرة الأساسية اللي شفتها بالفيديو؟ الضغط على أسفل الرئتين لطرد الهواء ومعه جسم الغريق. شكراً أستاذ علاء، معلومة حلوة كثير. طيب كمان، في حدا عنده أي إضافة؟ في حدا عنده أي إضافة؟ طيب الفكرة اللي عم يحكي عليها الأخ علاء هي الضغط، ضغط الرئتين، الضغط على أسفل الرئتين، تمام بالضبط، هو الفكرة ضغط أسفل الرئتين، تمام؟ نشوف مع بعض العائق كيف موجود في أعلى طريق الهوائي، في أعلى المكتب الهوائي. الضغط على الرئتين أو أسفل الرئتين هو الضغط على التزام الحاجز، تمام؟ الضغط على الرئتين او اسفل الرئتين يسبب ضغط الرئتين، وبالتالي لما تنضغط الرئتين ماذا سيحصل؟ سوف يخرج الهواء، سوف يحاول الهواء، سوف يحدث نسبة ضغط عالية في هذه المنطقة ويسبب يعني دافع لخروج الهواء ويخرج مع الهواء يخرج العائق، تمام؟ رح يطلع العائق لما نحن نساوي تمام إمالة الرأس إلى الأمام، صح، إمالة الرأس إلى الأمام هي معلومة مهمة. طيب إذا الضغط على الفكرة الأساسية من مناورة هيملك إنه نحن لما نضغط على الرئتين سوف يخرج العائق معه هواء الزفير اللي كان موجود في الرئتين، تمام؟ طيب خلونا نشوف مع بعض كيف الخطوات خطوة خطوة. أول شيء في حال كان المصاب واعي وتأكدنا من امتداد مجرى الهواء نقدم الخطوات التالية. أول شيء طمئن المصاب، تمام؟ احكي مع المصاب. نحن تأكدنا في الصورة مثل ما شايفين إنه المصاب واعي وتأكدنا من امتداد مجرى الهواء. شوف العلامة، كيف العلامة العالمية لامتداد الطريق، امتداد كلي لطريق الهواء. إذا نحن تأكدنا إنه طريق الهواء مغلق تماما، المصاب ما بيقدر يوصل، ما بيقدر يحكي. وضع إيديه بوضعية العلامة العالمية لانسداد طريق الهواء. ننتقل الى المصاب، نقترب من المصاب ونبدا طمئن المصاب واخبره انك ستقدم له المساعده، تمام؟ دائما حاول، يعني ممكن لو انت جيت بدك تقرب عليه تسوي له مساعده ما يخليك يمنعك، تمام؟ فانت قرب عليه اللي انا المساعد فلان راح اقدم لك المساعده وان شاء الله راح تقوم بشيء، تمام؟ طيب اماله الراس، اماله الراس، اماله المصاب وراسه الى الامام، تمام؟ نشوف كيف إمالة المصاب إلى الأمام ورأس المصاب، إمالة جذع المصاب ورأسه إلى الأمام. طيب أنزل يدي المصاب، حاول إنزال يدي المصاب، نشوف في الصورة كيف بنحاول نحن إنزال يدي المصاب، تمام؟ طيب أنزل يدي المصاب وأدخل يدك بين يد أدخل يديك بين يد المصاب وجذع المصاب، يعني بين البطن واليد، تدخل يدك يديك اليمنى واليسرى. بعدين حدد السرة، حدد السرة بإصبع الوسطى، بإصبعك الوسطى، تمام؟ حدد السرة بإصبعك الوسطى من اليد الأولى، ثم ضع فوقها السبابة، تمام؟ إذا أول شيء جبنا الإصبع الوسطى وضعناها في السرة، ووضعنا الإصبع السبابة، الإصبع الآخر اللي هو السبابة فوق الاصبع الوسطى،
ثم ضع قبضة يدك اليوم الأخرى يعني الثانية. نحن مثلا لو كنا عم نستعمل إيد اليسار مثلا، فرضنا إنه عم نستعمل إيد اليسار بتحديد الموقع، حطينا الوسطى من إيد اليسار على سرة المسار، والإصبع الآخر اللي هو السدادة حطيناه فوقه، بعدين حطينا قبضة اليد، يعني أغلق قبضة يدك ولكن أدخل الإبهام إلى الداخل. خلونا نجرب مع بعض كيف رح تكون القبضة. كلياتنا خلونا نجرب مع بعض شباب، أنتوا معي؟ كلياتنا خلينا نجرب. حط أول شيء افتح يدك، ابسط يدك تمام، يعني افتح يدك منيح، بعدين أدخل الإبهام أول شيء، الإصبع الكبير، أدخل الإبهام جيدا، وأغلق يدك لتصبح قبضة، قبضة تمام؟ يعني أغلق يدك لكي تكون قبضة، ولكن الإصبع إصبع الإبهام بين أصابعك كي لا تحدث أضرار للمصاب أو مضاعفات أثناء تقديم مناورة كيمياء، تمام؟ إذا أول شيء جينا عند المصاب، طمأنا المصاب، قلنا له أنت رح تكون بخير إن شاء الله، قل له عرفه عن نفسك وأخبره أنك ستقدم له المساعدة، بعدين قم بإمالة المصاب إلى الأمام، إمالة جذع ورأس المصاب إلى الأمام، تمام؟ بعدين حدد السرة بالوسطى وضع فوقها السبابة، ومن ثم ضع فوقها قبضة اليد بحيث تكون الإبهام داخل الأصابع وتكون الإبهام نحو البطن، تمام؟ نحو بطن المصاب، تمام شباب؟ طيب، وبعد هيك ضع يدك الأخرى، الإيد اللي كنا عم نحدد فيها، حطها فوق الإيد الثانية، تمام؟ طيب، إذا حدد السرة بالإصبع الوسطى من اليد الأولى، ثم ضع فوقها السبابة كما ذكرنا، ثم ضع قبضة يدك الأخرى فوق السبابة، تمام؟ ثم أدخل الإبهام مع إدخال الإبهام عفوا بين أصابعك كي لا تحدث ضرر المصاب، ثم ضع يدك الأولى على الثانية، يعني على يدك المقبوضة، الإيد اللي كنا عم نحدد فيها ضعها على اليد الثانية المقبوضة، تمام؟ يلي صارت فوق السرة بإصبعتين، اليد المقبوضة وين حطيناها؟ فوق السرة بإصبعتين، تمام؟ بعد ما حطينا الإيد المقبوضة فوق السرة بإصبعتين، ضع يدك الأخرى يلي كنا نحدد فيها، ضع يدك الأخرى كما هي مرسومة في الصورة، في الصورة هون أو في الصورة الموجودة كمان هون، نشوف كيف إنه المنتج وضع أول شيء يده اليمنى في الصورة هون، وضع يده اليمنى على هيئة قبضة ووضعها فوق السرة بإصبعه، ومن ثم وضع يده الأخرى بشكل مبسوطة على اليد الأخرى اللي كانت موجودة، ثم اضغط نحو الداخل والأعلى، نحو الداخل والأعلى مثل ما شايفين بالسهم هون، أول شيء نحو الداخل ثم الأعلى، تمام؟ نحو الداخل والأعلى، اضغط نحو الداخل والأعلى لتشكل ضغط داخل حيز الصدر، تمام؟ الفكرة هي إنه نحن بنضغط، بنشوف الصورة مع بعض هون، نضغط نحو الداخل، نحو الداخل والأعلى، تمام؟ نحو الداخل والأعلى، لماذا؟ لكي نضغط على الحجاب الحاجز ويقوم بدوره بالضغط على الرئتين، وبهذه الحالة نكون قد ضغطنا على حيز الصدر، يعني شكلنا ضغط داخل حيز الصدر، تمام؟ طيب، تأكد من أن المصاب بدأ بالسعال والتنفس، يعني بعد الضغط ضغط مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، نستمر في الضغط حتى أن يخرج العائق، تمام؟ وبعد أن يخرج العائق تأكد من أن المصاب بدأ بالسعال والتنفس. يعني لما بيطلع العائق بيبدأ المصاب بيصعد وبيتنفس، تمام؟ طيب، في حال سعال مستمر، ماذا يعني سعال مستمر؟ أي امتداد جزئي، تمام؟ في هذه الحالة شد المصاب على السعال. دائما لما يكون المصاب عنده امتداد كلي ويخرج العائق، إذا استمر المصاب بالسعال هذا يعني أنه ما زال هناك بعض أجزاء من بعض أجزاء العائق، أجزاء من العائق ما يعني ما زالت موجودة في نفس الهواء وتكون قد سببت له امتداد جزئي، بهي الحالة أنت دائما شجع المصاب على السعال لكي يخرج العائق الذي سبب امتداد جزئي، تمام؟ طيب، فقد يكون هناك أجزاء من العائق ما زالت في الداخل وقد شكلت امتداد جزئي، تمام شباب؟
إذا هذه هي مناورة هملك. في أي سؤال شباب؟ في أي سؤال عن مناورة هملك؟ أي سؤال عن مناورة هملك؟ طيب لو في سؤال علشان آخر سؤال، لو مش سؤال علشان أنتقل للخطوة التالية. طيب إذا الفكرة كما تحدثنا، الفكرة الأساسية هي الضغط على الرئتين فيخرج العائق. طيب إذا كان يعني إذا كان الحالة أو المصاب كانت حامل، تمام؟ لو كانت المصاب حامل، مصابة مثلا، كان في مصابة ومصابة حامل وتسبب إحدى العوائق بانسداد كلي مثل موجود هون مثلا بالصورة. طيب لما تكون حامل أنا راح أضغط على البطن، اللي معاي ومركز معاي يضغط رقم واحد علشان أشوف مين مركز معاي علشان نحن نستمر مع بعض. اللي مركز معاي يضغط رقم واحد، تمام. طيب هلا السؤال، تخيل معي لو ان هذه الحاله او هذا المصاب هي امراه حامل، تمام؟ تخيل لو ان امراه حامل تسبب لها احدى العوائق، تسبب لها باغلاق او انسداد مجرى الهواء، انسداد كلي. في هالحاله هي كيف رح نضغط؟ هل نحن نضغط على الجنين مباشره، نضغط نفس المكان اللي ذكرناه في قبل شوي في السلايد الماضي في الشريحه السابقه؟ الاخ علاء بيقول لا طبعا. طيب شو رايك؟ وين بدنا نضغط؟ كيف بدنا نطالع العائق؟ شو هي المناوره اللي لازم نسويها علشان استخراج العائق؟ يلا شباب اعطوني اقتراحات، اعطوني راي. طيب الفكره هي الفكره من الضغط او الفكره الاساسيه لمناوره هملك هي مثل ما ذكرنا الضغط على الرئتين لخروج العائق، تمام؟ طيب نحن لو كانت الامراه حامل انا ما راح اضغط على الجنين مباشره مثل ما ذكر الاخ علاء، وانما على الصدر مباشره، يعني ما في داعي اضغط فوق السر الاصبع وانما على الصدر مباشره، تمام؟ الضغط سوف يكون على الصدر مباشرة، والجنين موجود في موجود في الرحم، فبهالحالة هي أنت عم تضغط على الصدر سوف تحدث يعني ضغط داخل حيز الصدر فيخرج العائق، تمام؟ هي الفكرة نفس تكنيك هملي. الفكره الاساسيه نفسها، الفكره انه نحن راح نضغط على الرئتين علشان يخرج العائق ولكن بطريقه اخرى، خلينا نشوف مع بعض فيه. طيب في حال كانت مصابه حامل، تمام؟ مصابه حامل واعيه وتاكدنا من انسداد مجرى الهواء، نقدم الخطوات التاليه. طمئن المصاب، تمام؟ طمئن المصابه واخبرها انك ستقدم لها المساعده دائما. اي مصاب بدك تقرب عليه اذا كان واعي دائما قل له انا مصاب راح اقدم لك خدمات اسعافيه علشان ممكن يمنعك، يعني لو انت ما خبرته انه انت مصاب وما عرفته بنفسك ممكن يمنعك بتقديم خدمات اسعافيه، فانت مباشره قل له انا المصاب فلان بدي اقدم لك الخدمات الاسعافيه علشان تكون بشيء. طيب اذا اول شيء طمن المصابه واخبرها انك ستقدم لها المساعده. اثنين اماله المصابه وراسها الى الامام، إمالة المصابة ورأسها إلى الأمام. ثلاثة أنزل يدي المصابة وأدخل يديك بين يد المصابة وجهها، يعني مثل ما نشوف في الصورة هون إنه المصابة تكون واضعة إيديها وحاطة إيديها كعلامة عالمية، يعني كالعلامة العالمية، فأنت حاول إنزال اليدين ببطء وهدوء، يعني حاول إنه تنزل اليدين علشان شوي يتحرر مجرى الهواء، تمام؟ علشان مجرى الهواء
يتحرر شوية. طيب ثم ضع قبضة يدك على صدر الحامل مع إدخال الإبهام بين أصابعك كي لا تحدث ضغط للحامل. إذا ضع القبضة قبضة يدك على صدر الحامل مباشرة، وبعد أن قمت بإنزال يدي المصابر وإدخال يديك ما بين يد المصابر وجديها ما بين اليد والجزء كما نشاهد في الصورة وكما نشاهد في الصورة الثانية. تمام. إذا بعد إدخال يديك من بين يد وجذع المصابر، قم بوضع قبضة يدك على صدر الحامل، وضع يدك الأخرى وضع يدك الأخرى على اليد المقبوضة. هذه اليد تكون مقبوضة تمام على شكل قبضة مغلقة والإبهام بداخل الأصابع أو بين الأصابع. تمام. أنا راح أحط اليد المبسوطة على اليد المقبوضة ومن ثم أضغط نحو الداخل فقط. تمام. في المناورة السابقة الداخل والأعلى ولكن كنا في البطن، أما الآن نحن في الصدر فالضغط فقط نحو الداخل دون الأعلى لتشكيل ضغط داخل حيز الصدر. تمام. حتى على هذه الآلية راح استمر على هالآلية هاي حتى خروج العائق. تمام. بستمر بالضغط، بضغط مرة ومرتين وثلاثة حتى خروج العائق. تأكد من أن الحامل بدأت بالسعال والتنفس. تمام. تأكد من أن الحامل بدأت بالسعال والتنفس. طيب في حال سعال مستمر عند الحامل، شجع الحامل على السعال مثل ما ذكرنا في الخطوة السابقة، إنه الحامل لما تكون عطسان باستمرار هذا يعني إنه هناك انسداد جزئي. تمام. وفي حال انسداد جزئي ماذا نفعل؟ نقوم بتشجيع المصاب على السعال. هذه هي الفكرة. على فكرة معلومة، يعني أغلب الحالات بمجرد الضغطة الأولى إذا كانت صحيحة وكان يعني إمالة رأس المصاب وجذع المصاب صحيحة سوف تسبب خروج العائق من أول مرة لو كانت المناورة صحيحة. طيب خلينا نشوف مع بعض كيف مناورة هيملي عند الرضيع. تمام. مناورة هيملت عند الرضيع هي الفكرة نفس الفكرة ونفس المبدأ، انه انا راح اضغط على الصدر علشان يخرج العائق، ولكن عند الرضيع تختلف تماما عند البالغ. طيب في حال كان المصاب رضيع واعي، تأكد من انسداد مجرى الهواء. تمام. ثم نقدم الخطوات التالية. اول شيء امسك الرضيع واحمي رأسه وضعه بوضعية مائلة للأسفل قليلا. تمام. مثل الوضعية الموجودة في الصورة، ضع الرضيع واحمي رأسه، امسك الرضيع واحمي رأسه وضعه بوضعية مائلة للأسفل قليلا. تمام. قم بخمس ضربات بكعب يدك، كعب يدك. خلونا نشوف الصورة هون، شايفين معي الصورة؟ خمس ضربات بين لوحي الكتف، بين لوحي الكتف. ثم اقلب الرضيع على يدك الثانية. تمام. ثم اقلب الرضيع على يدك الثانية مع مراعاة حماية الرأس، دائما احمي رأس الرضيع. طيب. وطبق خمس ضغطات صدرية، طبق خمس ضغطات صدرية. الضغطات الصدرية تكون في على الخط الوهمي بين حلمتي الثدي. تمام. على الخط الوهمي بين حلمتي الثدي. اذا هستمر على هذه الآلية خمس ضغطات. تمام. خمس ضغطات او خمس ضربات بكعب اليد على الظهر بين لوحي الكتف، ومن ثم نقلب الرضيع على اليد الاخرى مع مراعاة حماية الرأس، ونطبق خمس ضغطات على الصدر بين يعني على الخط الوهمي الواصل بين حلمتي الثدي. تمام. نكرر العملية حتى خروج العائق، نستمر بالعملية هي هيك لحتى خروج العائق. طيب هذا بالنسبة للرضيع. تمام. هذا بالنسبة للرضيع. طيب في حال كان المصاب غير واعي، في سؤال شباب قبل ما استمر؟ في اي سؤال شباب قبل ما نكمل؟ الافكار واضحة؟
طيب أخلاق، في عندك أي استفسار؟ في شيء واضح بتحب أعدلك فيه؟ بتحب نتناقش بنقطة معينة؟ تمام. طيب في حال كان المصاب غير واعي، في حال كان المصاب غير واعي، سوف نبدأ بعملية هيملك أو مناولة هيملك للمصاب البالغ الغير واعي، ولكن بخطوات مختلفة عن الخطوات السابقة. طيب الأخت رواعة تقول في حالة اشتراق الطفل من الحليب تطبق معه نفس الطريقة أو لا؟ أخت رواعة، عندما يختنق الرضيع، عندما يكون انسداد جزئي، يعني لما الرضيع بسبب الحليب الحليب يدخل إلى مجرى الهواء أو التنفس، أنا بس يعني بساوي الرضيع بوضعية معينة بحيث يستطيع على استمرار السعال، ولكن في حال توقف السعال وتوقف التنفس هذا دليل على أن الانسداد انسداد كامل، ولكن أغلب الأحيان يكون انسداد طريق الهواء بسبب الحليب، يكون بسبب حليب الرضاعة، يكون انسداد جزئي. تمام. وفي حال الانسداد الجزئي أشجع المصاب على السعال، فأنا بالنسبة للرضيع فقط أضعه في وضعية يعني تكون سهل، يكون السعال عليه سهل، أو يكون السعال بالنسبة للرضيع يعني يكون السعال سهل. تمام. هذا كل ما يتعلق بالرضيع. طيب أما إن كان المصاب غير واعي وتأكدنا من انسداد مجرى الهواء، نقدم الخطوات التالية. تمام. انسداد مجرى الهواء موجود. تمام. انسداد مجرى الهواء موجود والإنسان غير واعي، ماذا؟ أول شيء ضع المصاب على ظهره وأطبق رجليه على بعضهما، يعني الرجل اليمنى أو الطرف السفلي الأيمن والطرف السفلي الأيسر، نطبق القدمين أو الرجلين على بعض. تمام. وأدر رأسه، وأدر رأسه يعني إما على اليمين أو على اليسار ما في مشكلة، ولكن أدر رأسه بحيث إذا خرج العائق لا يعود ويغلق مجرى الهواء مرة أخرى. يعني أنا لو خليت الرأس على استقامة كما كان موجود وبدأت بإخراج العائق، حتى لو طلع العائق ممكن يرجع لأنه طريق، لأنه الرأس غير مال، ولكن في حال إمالة الرأس ممكن أن يخرج العائق. تمام. طيب إذا أول شيء أطبق أقدام أو الأطراف السفلية المصاب على بعضها وإمالة رأس المصاب، ومن ثم يجلس المصعق فوق المصاب، يعني يجلس جاهيا على المصاب. تمام. مثل ما شايفين بالصورة. ومن ثم حدد السرة، سرة المصاب، حددها بإصبع السبابة على عكس المرة الماضية. عندما يكون المصاب واعي نضع الوسطى كما ذكر سويا، نضع الوسطى ثم السبابة ومن ثم نبدأ بعملية مناورة هيملك. أما يعني نضع الوسطى ومن ثم السبابة ومن ثم نضع القبضة ونضع اليد الأخرى على القبضة ونبدأ بضغطات نحو الداخل والآلة حتى تخرج العائق. أما في هذه الحالة يعني مصاب فاقد الوعي، يعني طريق الهواء مغلق ومصاب فاقد وعي، في هذه الحالة نبدأ بتحديد السرة بالسبابة. تمام. إذا حدد السرة بإصبع السبابة من اليد الأولى ثم ضع فوقها الوسطى. إذا أول شيء ضع السبابة ومن ثم الوسطى ومن ثم ضع كعب اليد، نشوف اليد، يد المسعف اليسرى، شايفين اليد هاي يد يسار. إذا يضع المسعف يده فوق الوسطى ثم ضع كعب يدك الأخرى فوق الوسطى بحيث تكون الأصابع باتجاه رأس المصاب، مثل ما شايفين كيف الوضعية هون. تمام. ضع يدك الأخرى فوقها، يدك الأخرى يعني بالنسبة للمسعف هذا، اليد اليسرى وضعها بداية على كعب يده، وضعها على فوق السرة بإصبعين، ومن ثم وضع يده اليمنى فوق اليسرى وشبك أصابع اليد اليمنى. تمام. إذا وشبك أصابع يدك العلوية. طيب واضغط نحو الداخل، الداخل والأعلى. تمام. إذا اضغط نحو الداخل، نحو الداخل والأعلى حتى يتم الضغط على حيز الصدر ومن ثم يخرج العائق. تمام شباب، في سؤال؟
هل هذه طريقة مناسبة للغرقى؟ تمام، شكرا كثير للسؤال. حقيقة هي مناسبة للغريق، ولكن الفكرة بالغريق أهم شيء أول شيء ارفع يعني طبعا بالنسبة لإسعاف الغريق يجب أن يكون بواسطة منقذ أول شيء، يعني هو عبارة عن مسافر متعلم سباحة. تمام، يعني أنت لازم يكون في عندك تعرف السباحة منيح علشان تقدر تسيطر على الموقف وتخرج رأس المصاب من المياه. تمام، إذا أول شيء أخرج رأس المصاب أو ارفع رأس المصاب عن سطح الماء. تمام، بعد أن ترفع رأس المصاب خارج المياه حاول تحبه إلى مكان تستطيع تقديم الخدمات الإسعافية، وابدأ بخطوات تصرف صحيح. يعني أول ما بوصل بحاول أصحيه. تمام، لو ما صحي معي إيش بدي أساوي؟ ما هي الخطوة التالية؟ إذا حاولت أصحيه وصحي المصاب وما صحي، أنا بهالحالة هي مباشرة تبليغ، وبعد التبليغ ماذا أفعل شباب؟ أنا بخطوات التصرف صحيح، الحالة عادية، تمام، ننتقل للنبض، نبحث النبض، إذا كان النبض غير موجود ماذا أفعل؟ أبدأ بالتنفس وهكذا، تمام؟ طيب، أنا لما بدي أجي النبض غير موجود ماذا أفعل؟ أبدأ بإعطاء الإنعاش القلبي أو التنفيذ، أبدأ بالتنفيذ. طيب، وفي حال عودة النبض والتنفس كان غير موجود بالنسبه عم بحكي لك بالنسبه للغريق، يعني بجي لا يعني لاعطيه تنفس بشوف قدر ما بيرتفع معي. تمام، اذا كان القدر ما بيرتفع معي معناها في عائق او في شيء يغلق طريق الهواء، وبهالحاله هي بنتقل لمناوره هانجش او مناوره هندس. تمام، هي هي الفكره في يعني الغريق. بالنسبه للغريق صح كلامك جيد صديقي، ولكن الفكرة هي انه الفكرة بالغريق اهم فكرة انه ارفع رأس المصاب اعلى من مستوى الماء علشان لو عاد التنفس يقدر يتنفس جيدا. تمام؟ طيب دي الحالة هي في عندي لو كنت انا يعني بمنطقة ما في حوالي حدا يساعدني. تمام؟ في حال استنتجت ان طريق الهواء لديك مغلق انت كمتعب لنفسك. تمام شباب، يعني نحن نفسنا، نحن الاشخاص الموجودين هون. تمام، لو حدا فينا لا سمح الله لحاله كان بالبيت قاعد بياكل مثلا اي شيء، في حال استنتجت ان طريق الهواء لديك مغلق ولا يوجد من يقدم لك الخدمات الاسعافيه المطلوبه، ماذا ستفعل؟ هي الفكره نفسها، الفكره انه لازم انا اضغط على الصدر علشان يخرج العائق. تمام، انا لازم اضغط على الصدر علشان يخرج العائق، ولكن كيف؟ اول شيء قف خلف الكرسي واسنده على الطاوله، بجيب اي كرسي. تمام، وبثبته بشكل جيد علشان ما يتحرك، يعني لانه راح اضغط انا على راح اضغط جسمي على الكرسي علشان ما يتحرك الكرسي، ثبته جيدا سواء على سواء على طاوله او على حيط او ما شابه، انت الفكره الاساسيه انه ما يتحرك الكرسي. تمام، اذا قف خلف الكرسي واسنده على طاوله او حائط او ما شابه. اثنين، ضع قبضه يدك على بطنك اعلى السره مثل ما عم نشوف بالصوره هون، ضع قبضه يدك على بطنك اعلى السره اسفل نصف القبض، يعني بين الصدر والسره. تمام، اذا يجب ان تضع قبضه يدك ما بين السرة ومفصل القص. مفصل القص نتذكر انه هو عبارة عن عظم يصل ما بين الاضلاع اليمنى والاضلاع اليسرى للمصاب. تمام، او الانسان. طيب، اذا المكان هو يعني فوق السرة اسفل الصدر. تمام، تمام، هو الكرسي فعلا يكون بدل الشخص الذي يقوم بعملية اسعاف في حال اذا كان المصاب واعي كما ذكر صديقنا. طيب، اذا ضع قبضه يدك على بطنك اعلى السره اسفل نصف القاف، اضغط نفسك بقوه على طرف الكرسي. تمام، اضغط نفسك بقوه على طرف الكرسي. طيب، الضغط بقوه، ليش نحن عم نقول انه اضغط بقوه؟ عم نقول انه اضغط نفسك بقوه على طرف الكرسي علشان الضغط بقوه
لتشكيل ضغط داخل حيز الصدر، وبالتالي سوف يخرج العائق بعد الضغط على الصدر. تمام؟ إذا نجيب الكرسي، نضع اليد قبضة اليد على يعني بمنطقة أسفل الصدر أعلى الصدر، ونضع اليد الأخرى المضغوطة عليها، ثم نقوم بالضغط بقوة على الكرسي فيخرج العائق. تمام؟ هذه الفكرة الأساسية من استخراج العائق من الطريق الهوائي أو من المسدس الهوائي. تمام؟ طيب، بداية، في أي سؤال شباب؟ في أي سؤال على الغطس بشكل عام؟ الفكرة الأساسية، في حدا شباب ما بسمح لنفسي إنه نطلع من المحاضرة اليوم، وفي حدا فينا ما بيقدر يأسعف إنسان أصابه غطس، أو ما بيقدر يأسعف نفسه لو أصابه غطس أو انسداد كلي، في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ يا جماعة أنا يعني ما بسمح لنفسي أو ما بسامح نفسي كمان لو في أي سؤال أو استفسار وما قدرت أوصلكم هي. تمام؟ أي فكرة حابين تعرفوها اسألوني، علشان موضوع الغلط مهم جدا وكثير ما يحصل، كثيرا ما يحدث. تمام؟ كثيرا ما يحدث موضوع الغلط. إذا لو في أي سؤال أو في أي استفسار أنا موجود جاهز علشان نجاوب على استفساراتكم. عظم السمك نفس الحالة السابقة، عظم السمك يلي هو الحسك بنسميه حسك السمك، بيكون عظم السمك، حسك السمك هو حسك السمك لأنه طويل يعني ما بيدخل على مجرى الهواء، لا، السؤال هون بهالحالة هي هو ليس انسداد كلي لمجرى الهواء، ممكن يكون انسداد جزئي جدا بسيط، فالسؤال هو حل يعني السؤال ممكن يكون حل. تمام؟ ولكن ليس انسداد كلي، ممكن يكون انسداد جزئي، ولكن ليس انسداد كلي. تمام أخ نبيل؟ في أي سؤال آخر؟ طيب، طيب خلونا نجاوب على سؤال صديقنا على في بداية المحاضرة، سألنا سؤال، سألني إنه لو كان المصاب يعني مغلق طريق الهواء كيف بدي أقدم له التنفس الصناعي؟ خلونا نشوف مع بعض. وجدت مصاب فاقدا للوعي على الأرض. تمام؟ مسألة. تمام شباب؟ ركزوا معي. مسألة. وجدت مصاب فاقدا للوعي على الأرض. يعني فحص النبض، وجدت أن النبض مفقود، ماذا ستفعل؟ خلونا نتذكر مع بعض، فحص النبض بيكون من الشريان الثباتي بالسبابة والوسطى. تمام؟ بيطلع السبابة والوسطى، نفحص الشريان الثباتي. طيب، في حال وجدت المصاب فاقدا للوعي ولا يوجد نبض، ماذا سأفعل؟ أبدأ بالتنفيذ، أبدأ بالتنفيذ كمان سي بي آر، وأفحص النبض بعد خمس دورات. الدورة هي 30 تمثيلة ونفسين. تمام؟ باقي 30 تمثيلة ونفسين. بعد الخمس دورات بفحص النبض، لو النبض غير موجود بستمر بالإنعاش القلبي الرئوي، لأنه عودة القلب أهم من عودة التنفس. تمام؟ لأنه تغذية الدماغ أهم من عودة التنفس، فلذلك أعطي الإنعاش القلبي الرئوي، استمر أنت بإعطاء الضغطات اللي هي التنفيذات، 30 تنفيذ ونفسين، حاول اعطاء نفسين، نفسين باغلاق الانف ووضع يعني قناع واقي. المهم واعطي 30 تنفيذ ونفسين، 30 تنفيذ ونفسين، خمس دورات ما يقارب الدقيقتين، افحص النبض. طيب، خلونا نحن نستمر بالمسألة. بعد غرقة التنفيذ وبعد خمس دورات فحص النبض، فوجدت أن النبض موجود، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ تبدأ بالتنفس الصناعي، لو كان النبض موجود بعد خمس دورات فحص النبض، لو كان النبض موجود ماذا سأفعل؟ أبدأ بالتنفس الصناعي، يعني مجرد بدء التنفس الصناعي وبأول نفس وجدت أن الصدر لا يرتفع أثناء إعطاء النفس، ماذا سوف تفعل؟ يعني أنا جيت على المصاب أعطيته إنعاش قلبي رئوي بعد دقيقتين فحصت النبض، النبض رجع كثير حلو. طيب، طيب لما يكون النبض موجود نتذكر مع بعض هرم الحياة،
نحط في بالنا او بمخيلتنا رقم هرم الحياه في بالنا، اول شيء النبض. طيب قاعده الهرم بزعت اللي هي النبض، تمام؟ النبض موجود الان، ماذا سافعل؟ النبض موجود الان، ماذا سافعل؟ انتقل الى التنفس الصناعي، وبمجرد بدء التنفس الصناعي اعطيت اول نفس والهواء ما دخل الى الرئتين، وبالتالي ما ارتفع الصدر. ماذا سافعل الان؟ ماذا سافعل الان؟ اذا وجدت ان الصدر لا يرتفع اثناء اعطاء النبض، ماذا ستفعل؟ قاعد الرأس والقلب جيدا، تمام؟ للتأكد من ان طريق الهواء مفتوح. نشوف الصورة مع بعض. لو كان طريق الهواء، لو كان الرأس بهذه الحالة قد يكون طريق الهواء مغلق، تمام؟ اذا لما انا انتهيت من الانعاش القلبي الرئوي، تمام شباب؟ وبدأت وبدأت في تقديم التنفس، فحصت النبض، لقيت النبض موجود، بدأت بتقديم التنفس الصناعي، أعطيت أول نفس، النفس ما دخل إلى الصدر، ما ارتفع الصدر، في الحالة هاي أنا لازم أرجع الرأس جيدا على الخلف، نشوف كيف إنه طريق الهواء في الحالة هاي أصبح سالكا ومفتوح، تمام؟ بعطي النفس الآخر، تمام؟ إذا قاعد الرأس والخلف جيدا، بتأكد من فتح طريق الهواء، وأعطي نفس آخر. في حال عدم ارتفاع الصدر تأكد أن طريق الهواء مغلق، تمام؟ يعني أنا لو أول مرة ما دخل معي الهواء وتأكدت ثاني مرة ورفعت الرأس إلى الأعلى وعطيت النفس الآخر والهواء أيضا ما دخل، بهالحالة هي أنا أتأكد من أن طريق الهواء مغلق، تمام؟ طيب إذا كان طريق الهواء مغلق، الآن السؤال النهائي للمسألة، وبهذه الحالة ماذا سوف تفعل؟ أنتم سمحتون، واجهتكم هذه الحالة، أعطيت النفس بالتنفس الصناعي، النفس ما دخل، الشهيق ما دخل، تمام؟ عدت الرأس إلى الخلف علشان أفتح طريق الهواء، طيب، عدت الرأس إلى الخلف وأعطيت شهيق للمصاب، المصاب أخذ شهيق، ولكن لم يدخل إلى الرئتين، بهذه الحالة هي تأكدت أن طريق الهواء مغلق، الآن ماذا سأفعل؟ همي للشخص هو الواعي. شكرا استاذ علاء لتركيزك لاجابتك الصحيحه. فعلا انا بنتقل الى مناوره همي، تمام؟ اللي هو الضغط اعلى السره علشان اطبق ضغط داخل حيز الصدر فيخرج العائق. نطبق قدمان المصاب ونجلس ونضع تمام احنا بيل. اول شيء يعني هي خطوات اللي هي مناورة همي للمصاب الغير واعي، تمام؟ طيب اخ نبيل عندك مايكروفون؟ اخ نبيل عندك مايكروفون؟ اخ نبيل عندك مايكروفون؟ تمام. انا كنت حابب لو تطلع، طيب حابب تطلع تشرح لنا اللي انت هيك حطيته في بالك او اللي استفدت منه بالمحاضرة. في أي حدا تاني عنده مايكروفون ممكن يطلع معي علشان أسأله ويجاوبني ونساوي مناقشة بسيطة؟ في حدا ممكن يطلع معي على المايك علشان نساوي مناورة بسيطة؟ أي شباب؟ ما حدا عنده مايك؟ ما حدا حابب يطلع معي على المناقشة؟ عادي جدا اخ نبيل. انا بقول لو في حدا حابب يطلع معي، لو كان عنده مايك وهو جاهز وحابب يطلع معي على المايك علشان نتناقش، يعطيني خبر علشان نطلع، عشان افتح له المايك ونحكي مع بعض نتناقش بالامور اللي حكينا فيها بالمحاضره اليوم. في اي حدا حابب يطلع؟ طيب. انا ممكن بس خليني اعطي فكره، والله يا ريت يا صديقي اخ علاء، ولكن بشوف انه ما حدا حابب يطلع معنا على المايك، ما في اي مشكله، يعني ممكن يكون ما في مايك، ممكن كذا.
طيب ممكن تطلع معي على المايك أخ علاء؟ أخ علاء ممكن تطلع معي على المايك؟ تمام. أنت تسمعني صديقي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ طيب. تمام، شفت عندي مظبوط. تمام. طيب. نعطي أول شيء بدي أسألك، أنا بسألك سؤال أنت بتجاوبني، أوكي؟ تمام؟ أوكي. طيب. بداية الانسداد الجزئي، ما هي علامات الانسداد الجزئي؟ تقدر تعطيني معلومات عن الانسداد الجزئي أو الفرق بين الانسداد الجزئي والانسداد الكلي؟ هو الانسداد الجزئي هيبقى العلامة البارزة ليه ان هو هيكون فيه المريض عنده حالة سعال ومش قادر ياخد نفسه بشكل مريح، فيبقى عنده سعال. تمام. انا المفروض هتعامل معاه على اساس ان انا في البداية اطمنه ان انا هساعده وكده، وابدا اوجهه ان هو يحاول يزود السعال بحيث ان هو يطلع الجسم اللي هو عامل له غصة في ايه؟ تمام. في مجرى الهواء بتاعه. يعني تمام. إذا تشجيع بالنسبة المصاب على السعال هو الحل. بالظبط. تمام. طيب الفرق، ما هو الفرق بين الانسداد الجزئي والانسداد الكلي؟ ما هو الفرق بين الانسداد الجزئي والانسداد الكلي؟ الانسداد الكلي ان مجرى الهواء هيكون مسدود بالكامل، يعني مجرى الهواء هيكون مسدود بالكامل، فبالتالي المصاب مش هيقدر يتنفس، فبالتالي هيكون اخطر من الانسداد الجزئي. وده بيبان ان هو بيؤدي الاعراض بتاعته اللي هي اعراض نقص الاكسجين وكده، زي الجلد بيبدا يزرق وكده. تمام، اللي هو علامة الاختناق يعني. طيب. ايوه. ايوه. ومن علامات برضو الاختناق الكلي ان هو العلامه العلنيه اللي هو يعمل تمام. كده على رقبته الاثنين كده. تمام، هي انا المعلومة انا اللي بدي اوصل لك اليها، انه اللي هي العلامة، أهم علامة بالانسداد الكلي هي العلامة العالمية للاختناق أو الغثاء. طيب راح أسألك سؤال اللي هو إنه لو تفضل تفضل. العلامة العالمية دي يعني مثلا لو واحد وليكن ما ورشات التفات أولية ولا أي حاجة قبل كده، هو هيعملها يعني بتبقى حاجة تلقائية كده، إن هو كان تمام. باختناق بيعمل كده غصب عنه، صح. فهي حاجة تلقائية مش مرتبطة بتعليمه ولا أي حاجة. تمام، صح. هي غير يعني حركة حركة يعني تكون بشكل لا إرادي أثناء الغسل أو الاختناق، حتى لو ما متعلم، أكيد أكيد هي علامة العالمية. هي لكل الناس، يعني أنت لما تشوف مصاب في المطعم عامل العلامة العالمية، ما هو دليل على أنه متعلم مبادئ الإسعاف الأولي؟ لا، هو فعلا كل إنسان بيصيبه غسل بتلاقي مباشرة وضع، يعني لو كان واعي مباشرة بيحط إيديه، مثل ما عم نشوف نحن مثل ما شفنا بالصور السابقه. عرفت علي اخ علاء؟ تمام. طيب سؤالي الثاني هو انه لو انت كنت لحالك، ما هو ما هي الاداه التي يجب ان تستخدمها لكي تنقذ نفسك من الانسداد الكلي؟ او الاليه، كيف الاليه؟ يعني كيف انت بتاسس نفسك؟ أنا هجيب كرسي وأخلي ظهر الكرسي ليا وأقف وأخلي مسند الكرسي كده في المكان اللي أنا المفروض أحط فيه إيديا، اللي هو عند الحجاب الحاجب تحت كده، وأضغط بحيث إن أنا أضغط للداخل لفوق بحيث إن أنا أعمل ضغط هواء على الرئتين، الجسم اللي عامل انسداد يطلع طبعا اميل الجسم لقدام بحيث ان الجسم يطلع بسهوله. طيب حلو. طيب لو ما كان في كرسي كيف رح تعمل؟ لو ما في كرسي، انت بالغرفه ما عندك كرسي، هي المعلومه ما اخذناها، بس يعني مثلا انه انا هيك عم بفكر هلا، انت عم تتفضل تحكي، فكرت انه طيب مثلا اي واحد فينا مثلا بالبيت، يا اخي مثلا ما كان في عندي كرسي، انا وبي مثلا باي مكان ما في عندي كرسي، كيف بدي اتصرف؟ انا متهيألي ادور على اي قطعه اساس تتوافق فيها ان هي اقدر اضغط بيها، يبقى ثابت على الارض واقدر اضغط بيها على منطقه الحجاب الحاجب على بطني، يعني بحيث انها تعمل ضغط هواء، يعني اي قطعه اساس ممكن تؤدي الغرض. تمام. فالفكره الاساسيه هي الضغط على
الحجاب الخارج او الضغط على الصدر لتشكيل ضغط داخل حيز الصدر، تمام؟ يعني لو كنت ما في كرسي ممنوع استخدم الطاوله، اكيد مو ممنوع يعني الطاوله، كمان ممكن انا استفيد منها انه اضغط على بطني بعد ان وضعت قبضه اليد واليد الاخرى عليها، وبعدين انا بضغط نفسي على الطاوله مثلا وبيخرج العائق، او على السرير او اي مكان، اي مكان انا ممكن استعمله، ممكن رف كبير ممكن انا استعمله، ممكن اي شيء ممكن استعمله. الفكره الاساسيه هي الضغط على الصدر علشان، او الضغط على الرئتين علشان يخرج العائق، تمام؟ تمام. طيب انا لو بدي اسالك سؤال، لو كان المصاب، لو كان المصاب فاقد للوعي، تمام؟ وانت يعني او انت مباشره انت شفت المصاب كان واعي، تمام؟ ركز معي، هي معلومه من اول وجديد، راح اعد لك من اول وجديد. المصاب واعي، حاولت انت مثلا، انت شفته مباشره، قربت عليه، حاولت الطاوله منور كملي واقفا، بس المصاب المصاب وقع على الارض، تمام؟ بهالحاله هي اغمى عليه مثلا، فقد الوعي. بهالحاله هي ايش بدك تساوي، او ما هي الخطوات اللي بدك تساويها؟ انا كنت حاولت اعمل له منور هيملك في الاول واقفا، يعني انا كده اتاكدت ان هو عنده انسداد، تمام؟ فانا المفروض هنتقل على طول، اللي هو لو اغمى عليه، لو فقد الوعي يعني، تمام، هنتقل على طول ان انا اعمل له منور هيملك للانسان غير الواعي. مش هبدا ان انا اضم رجليه واجيب بايديا على بطنه واضغط يعني مع عماله راسه للعين الجنبين. طيب شوف صديقي، قبل ما تبدأ انت، لما تشوف المصاب، كان المصاب كان لديه انسداد، تمام؟ انسداد كلي، وكان وضع يديه على العلامه اللي هي العلامه العالميه، وبدا الجلد بالازرقاق وما شابه. اقتربت منه، سقط على الارض، فقد وعي. بهالحاله هي صديقي علاء، انت ما بتبدا مباشره بتقديم المناول كيميك لغير الواعي، وانما تبدا بخطوات، يعني الخطوات منذ البدايه، منذ الصفر، يعني خطوات التصرف الصحيح اللي ذكرناها، انه انت مباشره تفحص النبض، يعني لو كان المصاب واعي وسقط على الارض مباشره تفحص الوعي النبض، يعني ليش؟ علشان ممكن يكون وقف النبض، توقف. بهالحاله هي ما هو الاهم؟ الاهم هو عوده النبض ام عوده التنفس؟ يعني ممكن انت عوده النبض، تمام. فانا اول شغله بعد فقدان الوعي، بعد ما فقد الوعي المصاب، مباشره انتقل لفحص النبض. لو كان في نبض ماذا سافعل؟ احس النبض، النبض موجود، انتقل للتنفس. اي طيب، تنفس، المفروض انتقل للتنفس. طيب اعطيت انت اول نفس صناعي، اغلقت الانف وبدات اعطاء النفس الاول، اعطيت اول نفس ولكن الهواء لم يدخل الى الصدر، يعني ما ارتفع الصدر، شو راح تساوي هلا؟ كده اعمل له مناوره هيملك اللي هي للغير الواعي، اللي هو هنومه واجمع رجليه وكده. طيب ان انا هحط ضيق. طيب انت بتتذكر معي صديقي انه لو كان شايف معي صوره، وضحت عندك صوره فتحت؟ ايوه. طيب انت شايف معي كيف انه عندما يكون راس غير مرتفع، او يعني ما كان الراس مرفوع، نشوف كيف ان الطريق، طريق الهواء مغلق، فهمت علي الفكره؟ فانا اول شيء عند فحص النبض، اذا ما كان، اذا كان في عندي نبض، النبض كان موجود، شو بدي اسوي هلا؟ بدي انتقل للتنفس الصناعي، صح؟ جيت على التنفس الصناعي، جيت على التنفس الصناعي، اعطيت النفس الاول، اعطيت النفس، ولكن النفس لم يدخل الى الصدر، ليش؟ علشان ممكن يكون الراس غير مرفوع الى الخلف، او غير مرجع الى الخلف، فانت رجع الراس الى الخلف، تمام؟ واعطي النفس الاخر، النفس الثاني. لما تعطي النفس الثاني وبهالحاله هي ما ارتفع الصدر، شو بتساوي؟ اذا ما ارتفع الصدر اذا بقى يبقى لو بعد ما عدنا الراس للخلف وما ارتفع الصدر برضه، نعمله كده مناوره هيملك، تمام؟ نبدا بمناوره هيملك لفاقد الوعي، صح؟ صح، تمام. طيب كيف تتم مناورة، او ما هي اهم خطوات
يعني ما ضروري تذكر لي واحد اثنين ثلاثه، الاهم اهم نقاط مراورتهم لك لمصاب فاقد وعي، تقدر تذكرنا فيها؟ المصاب ان اهم حاجه انا فاكرها يعني بالاضافه ان انا اضغط في المكان الصح اللي هو عند منطقه الحجاب الحاجز على البطن، تمام. واضغط بالداخل والفوق واللي فوق باتجاه راسه، يعني تمام. ان انا اكون مخلي راسه على اليمين او على الشمال، ما تبقاش تمام. لفوق تمام. بحيث ان هو لما الجسم ده يطلع بره ما يفضلش في بقه او يرجع تاني او كده. طيب. هاي بصراحة أهم، يعني أنا اللي لما سألتك السؤال كان في بالي جواب، الجواب هو يعني من أهم الخطوات هي إدارة الرأس على فكرة، يعني مهم جدا. ليش؟ لأنه لو أنت خليت الرأس على ما هو عليه، وبدأت بتقديم الـ يعني مناورة هنلي، ولما يعني يطلع العائق راح يرجع، صدقني راح يرجع، لأنه الرأس على حاله مرفوع، تمام؟ وبالتالي ممكن يرجع يسبب انسداد. فأنا أول ما أعطي المناورة هنلي، أول ما أعطي لازم يكون الرأس، رأس المصاب لازم يكون إما على اليمين أو على اليسار، ما في مشكلة، ولكن يجب أن يكون رأس المصاب مستدار، تمام؟ تمام أخلاق؟ طيب، تمام. في عندك أي سؤال؟ في عندك أي استفسار؟ ده كده ما شاء الله، تمام الحمد لله. طيب. طيب ممكن تقفل عندك المايك، أنا استمتعت معك كثير صديقي، ودائما دائما دائما صراحة جد، دائما حوار معك بيكون ممتع. طيب يا ريت خلاص تقفل المايك، تمام. شكرا كثير لك صديقي. ليه المفروض أطبق الرجلين؟ ما العلاقة؟ صديقي عبد التواب، صديقي عبد التواب، اغلاق القدمين علشان انا يعني هي العلاقه ليست في الضغط على الصدر باغلاق القدمين، وانما اغلاق القدمين علشان اقدر يعني اقعد بشكل منيح او اجلس بشكل جيد، تمام؟ فالجلوس على جافيا على الاقدام برجل، يعني رجلك، شوف الميكروفون، رجل اليمين وين حطه؟ حطه على يسار المصاب، ورجل اليسار حطه على يمين المصاب، شايف معي كيف؟ فكيف انت راح تقدر تعمل هالشيء لو كان الرجلين ما هن مطبوقين على بعض؟ تمام صديقي عبد التواب؟ الفكره صح؟ تمام. طيب شباب، في اي سؤال؟ في اي استفسار؟ طيب هذا كل ما يتعلق، هذا كل ما يتعلق بالغصب او الاختناق. وفعلا يعني كثير كثير بيصير موضوع الانسداد هذا بيصير كثير بالمطاعم، وهي منوره بيعلموها كثير للامهات، علشان الرضع ممكن كثير كمان يصير انسداد كلي او جزئي، فمهم جدا انه نعرف هاي المعلومات. وبيعلموا كمان يعني في دورات خاصه لربات المنازل، بنعطي دورات اسعاف خاصه لربه المنزل. هاي الدوره يعني بهذا الدرس كثير مركز على هذا الدرس، علشان كثير بتصير بالبيوت اثناء الطعام. يعني لو نحن خلينا كل امراه مثلا، يعني شخص واحد، او في كل اسره شخص واحد اللي هو الام مثلا بيقدم مناورة هنلك في البيت، فنحن ممكن نؤكد الكثير في المكان، تمام، في المنطقه اللي احنا موجودين فيها. فمناورتهم لك جدا مهمه، يا ريت يعني تحاولوا تنشروا المعلومات الصحيحه بس رجاء، علشان نحن نوصل على اكبر قدر ممكن من الفائده من مناورتهم لك. لو في اي سؤال او استفسار، علشان المحاضره ان شاء الله خلصت، والمحاضره القادمه سوف تكون عن الاسعاف الثانوي او الفحص الثانوي، يعني بعد ما نحن انتهينا من الفحص الاولي او المهم اللي هو النبض والتنفس والوعي، خلاص نحن خلصنا الامور هي كلها، عرفنا كيف نتصرف في اي حادثه خطيره من الحوادث الخطيره، وبدانا بالاسعاف الثانوي حاليا، تمام؟ الاسعاف الثانوي هو فحص ثانوي ومن ثم اسعاف، تمام؟ يعني انا بعد ما انتهيت من
النبض والتنفس والضغط، عفوا النبض والتنفس والوعي، طريق الهواء لو كان موجود كيف بعرف بساوي، لو كان يعني انا فحصت النبض والنبض كان موجود ماذا افعل، والتنفس موجود ماذا افعل، يعني ما شابه. تمام، اذا بهالحاله هي بكون انتهيت انا من الاسعاف الاولي والفحص الاولي. الان ننتقل على فكره الاسعاف الاولي بيسموه في دوره خاصه في اسمها ال تي ال اس اللي هي الله يسلمكم يا رب ويجزيكم خير انتم ان شاء الله ويبارك فيكم ويوفقكم ان شاء الله. الاسعاف الاول بيسموها دوره تي ال اس اللي هي دعم الحياه الاساسي، دوره مهمه جدا. في شركات، في بعض الشركات ما بتوظف عندها اي شخص بلا ما يكون عنده بي ال اس. تمام، فهذا طبعا في دول معينه، بس عندنا موجود يعني الدورات موجوده في الوطن العربي، ولكن الكثير من الناس يغفل عن يعني حضور مبادئ الاسعاف الاولي ويظنون انها ثانويه، دوره غير مهمه وما شابه، ولكن هي في الحقيقه من اهم الكورسات والدورات. طيب ان شاء الله في المحاضره القادمه بعد الغد ننتقل الى فحص النزيف، كيف نفحص النزيف واسعاف النزيف. انا استمتعت معكم كثير، شكرا لمشاركاتكم وشكرا لمداخلتك اخ علاء، وشكرا لاصدقائي في الدعم من اكاديميه منطقه دارين للتعليم المجاني عن بعد، وشكرا ايضا لاعضاء التسجيل، شكرا جزيلا لجهودكم، واستودعكم الله الى اللقاء بكم في الحلقه القادمه. تفضل لو في سؤال تفضل، انا موجود. الاخ عبد العليم تفضل، في عندك سؤال تفضل. لو كان سؤال علمي بالمحاضره علشان اجاوبك، لو كان سؤال بخص الاكاديميه علشان يجاوبك شباب الدعم. في عندك سؤال تفضل. العفو شباب، الاخ اسماء، الاخ محمود انور، يعني فعلا انا كثير مستمتع معاكم بكل المحاضرات، وكل يوم عن يوم عم بحس انه ان شاء الله في روابط بيننا، روابط صداقه او ما شابه، يعني فعلا في يعني هي اكبر من علاقه مدرب مع طالب، هي علاقه صداقه ان شاء الله. وفعلا انا كثير مستمتع مع حضراتكم ومستمتع بحضوركم ومناقشاتكم. اخ عبد العليم انا بانتظار سؤالك. الأخت روائع عندي سؤال بخصوص وضعية إطاقة، تفضل أخت روائع. تفضل أخت روائع أنا موجود. الجهة اللي أقلب فيها المثال. أختي روائع، الجهة هي لا فرق في الجهة اليمنى عن اليسرى في حال عدم وجود اي يعني عدم وجود اسباب تضطرني الى استدارة مصابي اليمين او اليسار. يعني لو كان في عندي نزيف سائل زهري من الاذن، تمام، لو كان في هذا راح ناخذه غدا ان شاء الله، نزيف داخلي مثلا في الرأس سيخرج سائل زهري من الاذن، هو عباره عن دم وسائل النخاع الشوكي، سائل النخاع الشوكي، فهذا السائل لما يختلط مع الدم بيطلع لونه زهري. لو كان بيخرج من الاذن اليمنى فانا لازم احط المصاب على اليمين. تمام اخت روائع، ليش؟ علشان اسهل من خروج هذا السائل الزهري. فالمتعب فنان، تمام؟ فانت بتشوفي الحاله ممكن يكون يعني اليد اليمنى فيها كسر، فليس من المعقول ان اضع المصاب او ثقل المصاب على الكتف اليمين وفي كتر مثلا. لو كان في عندي كتر في الطرف او في الحوض فانا بدي اعرف كيف اتصرف، انه مثلا بس برجع راس المصاب علشان ما احرك حوض المصاب، تمام؟ ف
فهي فعلا يعني على حسب الإصابة، فعلا على حسب الإصابة. وضعية إطاقة، أهم يعني أهم فكرة بوضعية إطاقة هي فتح طريق الهواء وعدم الاستنشاق في حال حدوث يعني قيء أو ما شابه. تمام، وصلت الفكرة؟ يعني لو إنسان مثل ما نقول في عامية بيرجع، يعني في عنده قيء، بهالحالة هي ممكن لو كان الرأس على استقامة عادية فممكن يستنشق المواد السائلة، وبالتالي بيسبب له استنشاق مثل ما ذكرنا بالمحاضرة القبل السابقة أنه ممكن يؤدي للوفاة. تمام؟ طيب شوفي معي أنه أهم فكرة هي إعادة الرأس إلى الخلف علشان نفتح طريق الهواء، وإمالة الرأس بنشوف كيف أنه الرأس مائل إلى الطرف، في هذه الصورة مثلا مائل إلى الطرف الأيسر. ليش على إحدى الطرفين؟ علشان لو خرج سوائل، تخرج على الأرض، ما ترجع إلى طريق الهوائي، علشان المصاب فاقد للوعي. تمام؟ و بهالحاله هي انت اخت رائعه، اذا بدك تسيطري على التنفس، المصاب غير واعي، هو ما بيقدر يسيطر على منعكسات البلع وما شابه، فانت لازم تساويه بهالوضعيه هي وضعيه اطاقه علشان تخرج السوائل، وما في فرق ما بين اليمين او اليسار، يعني انا بحطها على اليمين او اليسار، ما في فرق في ذلك. في سؤال ثاني اخت رواقة؟ في اي سؤال ثاني؟ سؤالك اخذ منعم، سؤالك ما وصلني على فكره. اخ عبد المنعم سؤالك ما وصلني. اخ عبد المنعم، عبد العليم عفوا، اخ عبد العليم لو عندك سؤال تفضل. طيب لو في سؤال، اي سؤال، انا موجود لمده دقيقتين، موجود معاكم. لو ما في سؤال علشان الشباب الدعم حضرتكم تنهي المحاضره، وشكرا مره ثانيه لوجودكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.